كرواتيا مستمرة في الضياع، انجلترا تتفوق على نفسها، تلعب مباراة كبيرة. هذا جيرمين جنس يتعمق في الجناح الايسر، يعيد كرة الوراء خطيرة، وايضا هدف ثالث رائع روني، ورائعة انجلترا هذه الامسية، ثلاثة اهداف مقابل لا شيء، اكثر مما حلم به الانجليز. الدقيقة 63 تعلن مقتل الكروات، هذه اكيد كانت رصاصة الرحمة من واين روني. ممتازة الكرة، جيرمين جينس لأشلي كول الى واين روني ايضا دون رقيب، وانجلترا يعني بالضبط قال جو كول: انا لم اقول اننا سنفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، لكن اقول ان الكروات اذلونا في ويمبلي العام الماضي، نريد ان نرد لهم الصاع اليوم. وهذا هو واين روني يؤكد ذلك، مهاجم مانشستر يونايتد يحرز هدفه الدولي 15 لإنجلترا في الوقت المناسب. صانع الهدف الثاني لوالكوت يحرز الهدف الثالث لإنجلترا، وإنجلترا تحلق عاليا. فابيو كابيلو 3، سلافن بيليتش لا شيء. هذا هو الفارق بين المدربين. ماذا هل تريد المزيد إنجلترا؟ بإمكانها ذلك لأنها تلعب وحدها الآن.